أهلين، أنا نواف البندر، مساعد المشرف العام لشؤون الأزمات والكوارث بوزارة الصحة. من هنا نتابع جميع البلاغات الصحية ومن ضمنها فيروس كورونا. شخصياً أتابع أداء المهام في هذا المركز، زميلي محمد يتابع التقارير الصادرة من هذا المركز. أسعى أنا وزملائي في هذا المركز ليكون صمام الأمان الوطني الصحي، متجاوزين الأزمة بإذن الله.